أمري لله والحب أدب ملكتني وهنتني وشمتي في عطر الله يا سيدي عاملتني ومقريت حساب محنتني وجفيتني وغريت بي كانت تكوى بالنار ترى وانا قلبي محتار كانت تكوى بالنار وانا قلبي محتار دايب من صهد النار واي هوي واي هوي وهاد النار شكون يطفيها وبخاطر عملت يدي فيها وكيف نقدر نسخى بها موالفة ناري يا ناري شكون يجيب خباري موالفة ناري يا ناري شكون يجيب خباري بينا للناس سراري وكيف نصبر كيف نداري أموال فنار يا ناري أموال فنار يا ناري سمو رد أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا أخويا الله يبارك فيك ومرحبا باللي متبعينا عبر قناة أنفاس تي في وكنتمنى نكونوا ضيوف خفاف ظراف عليكم إن شاء الله. اولا احنا في ظل هذا المونديال المونديال الكروي اولا الفنان يحضر لمباراه رياضيه شنو القراءه ديالته؟ الفنان اولا وقبل كل شيء هو مواطن والفنان المغربي هو مواطن مغربي طبعا هذه ما كتبقى فيها لا فنان ولا طبيب ولا بائع ولا هي كتبقى واحد ديك الانتماء غريزه الانتماء اللي كاينه سبحان الله كتربى في الانسان الوطنية ديالو كتبان في حال هاد المواقف هذه. وطبعا غير أن الفنان نوعا ما كيكون محب لبلده بواحد الطريقة حالمة ورومانسية نوعا ما فلازم تبان في هاد التظاهرات بحال هذه. أنا دابا كاين في الدوحة من شهر دابا وأنا في الدوحة في قطر هاد الارتسامات اللي كنسمع على المغرب وعلى المغاربة يكفي أنها تثلج الصدر يعني فهذا بالنسبة لي شيء كبير. أول شيء كنبغي نشكر أرض قطر وشعب قطر من الحاكم حتى الأصغر مواطن على هاد لأن قطر جعلت أرضها مسرحا للمحبة والسلام وتهينا حتى دولة قطر أبلت بلاء حسن بالتنظيم الرائع اللي كلكم كتشوفوه أكيد والعالم كله شافوه عبر الوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام ككل واللي حضر خلاص شاف كثر وكثر وكثر أكيد أنت راك هنا في الدوحة وشفتي كثر وكثر جعلت أرضها أرض يعني مسرح للمحبة وكتشوف أنا ملي كنت كنزل مثلا للسوق واقف كنلقى الياباني يرقص مع السعودي مع المغربي مع التونسي مع المصري مع البرازيلي مع المكسيكي مع الكوري وهذه سابقة هناك يقول لك أن الفن والرياضة والثقافة ربما تصنع يصنعون ما لا تصنعه السياسة أو يصلحون ما تفسده السياسة فهذا يعني فعلا يثلج الصدر فكنقول لقطر شكرا على هذا اللي اعطيتي هذه الفرصه باش الناس كلها ونفضت الغبار عن الافكار السيئه التي كاين واحد التعتيم على حقيقه الهويه العربيه الشرقيه ربما كاين واحد الاعلام يستهدف الشخصيه العربيه والشخصيه الشرقيه وكيبينها بواحد الشكل شرس فلكن قطر وضيوف قطر العرب خصوصا بينوا صورة أخرى اللي خلوا الناس كلهم حابين العرب وحابين قطر وحابين الدول العربية ككل وكنظن هاد اللي وقع في هاد الشيء اللي كيوقع واللي عشناه هاد الأجواء اللي عشناه اللي لا توصف خيالية من الخيال ربما أكيد غادي يكون عندها تأثير إيجابي على كل بلد عربي طبعاً المغرب كان عنده واحد كان هو في التظاهرة كان هو كما كيقولوا الفتى المدلل اللي كانوا كل شيء صافي كيبغيه العائلة كلها العائلة ملمومة عليه وكيبغيه كل شيء الصغير والكبير انبهرت بالمثل الجالية الهندية كيفاش كانوا فرحانين كيرقصوا بالأعلام بالمغرب يعني صافي بليزير يعني هما ربما عمرهم ما جاوا للمغرب ولكن كنقول شوف سبحان الله احنا ثقافتنا المغربيه نوعا ما يعني كاين عندنا واحد الحب كبير للثقافه الاسيويه وخصوصا الهند بخصوص السينما واللي كبرنا بها وهذاك الشيء ربما هما
ما عارفينش هذا الحب، ولكن بادلونا حب يعني ذاك شيء كيمشي بحال قلتي بالقلب الى القلب. اكزاكتومون شنو اللي بغيت نقول لك، فرحانين والناس من جميع، من فلسطين، من قطر، من انا اللي تلاقيت بهم انا اصحابي من مصر، من لبنان، من العراق، من كانوا وهذا شيء احنا محتاجين هاد يد في يد، محتاجين غتبدل بزاف الحوايج. نعم. وجع على جميع المستويات. نعم. ماشي غير في الرياضه. نعم. وكانوا في يعني قطر اعطت صوره جميله ليس عن نفسها فقط بل عن كل الدول العربيه، وهذا شيء نفتخر به يعني بصراحه كلنا كعرب. يعني استاذ مرضى الزهر، يعني انت فنان ولاحظنا واحد مواكبه فنيه لمسيره اسود اطلس، منين جا هذا الالهام؟ شوف اكيد العشرات ديال الاغاني ملي كيكون شوف حضور ايضا محتاجين باش تعرف ان الفن محتاج واحد الجو، واحد طاقه ايجابيه باش يكون واحد المجال خصب للابداع. اكيد الفرحه والانتماء وحب الوطن هما اللي خرجوا هاد العشرات الاغاني، وممكن يخرج المئات والالاف اكثر واكثر واكثر، لان الحب الوطن اكيد كل واحد كيعبر بطريقته، والفنان طريقته هي الغناء والتعبير بالاغاني طبعا. فوالا كسب القلوب والمحبه كنظن سي انستيمابل وما عندوش ثمن، لا يقدر بثمن. وكنوجه تحيه لهذه الارض الطيبه، وكنوجه التحيه انا خاصه لصديقي المبدع والفنان والشيخ حسن بن محمد آل ثاني على هذه الاستضافه اللي استضفني هنايا في قطر، وخلاني نكتشف قطر من بزاف النواحي فنيا وثقافيا، لان هذا مجاله. وتبارك الله عليه كيجي عندنا المغرب وكيكون كيشارك في معارض كبيره وفي تظاهرات كبيره للفنون التشكيليه والتحف وهذاك الشيء. واليوم لي الشرف اني نحضر هذه المره، لي الشرف نكون نحضر نكتشف ثقافيا ورياضيا.